رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من رسمائك لتسعة ونص رحلتنا مكملة. يواصل قيادة الفريق فيها نجم النجوم زياد المكي. معنا كيما كل يوم حاضر خمسة على خمسة الشيف ناصر البدوي. نجم الكواليس والداهية برهان بسيس. خبيرة الفن والفن جاب ربي صاحبك هذا يا اخي مش قلت لنا صديق معك محمد عبد ولا في ساعة اختر على الديمقراطية يا خويا اش باش نقول لك تراها كان في تونس هذايا في جملة بركة صديق واختر على تونس عرفت كان يقول واحد جا قال لك اوه مامزتك 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 قديش تقتل بالضحك والله تقتل بالضحك ما ماستراك سي العجيمي ركزي شوية بابا اختار واحدة بركة يهديك ربي سيد الرئيس هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء والتناقض هذا مش موجود كان في السياسة موجود حتى في الكورونا ليه احنا أخويا فاجئوا الكورونا ندخلوها بعضها شافت الكورونا في تونس حاجات قسما بلاحيتها الكل في العالم الكل دوروا والله اللي بتشوف عند عمر عند زوز به كلينيك عدى فيهم هذوما الزوز وزارة الصحة مهبطتهم في القائمة خرجنا الكل نيجاتيف عمر بعثت له الكلينيك الاولى قالت له نيجاتيف الكلينيك الثاني قالت له راك بوزيتيف فاجئناها ولا ما فاجئناهاش شد عندك عمل دو تيست فرد نهار فرد وقت واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف الكورونا بيتها داخله بعضها يا موجوده ولا مش موجوده شنعمل نبدا نعدي في العباد ما نعديش السخانه داخله بعضها كيفاه نطلع نقعد 36 ونص كيما الترمومتر اللي في تونس الكل يا ربي مش نعمل اش مش نقول لك ربي معاك يا كورونا جيت في بلاد غلط تحمل مسؤوليتك يا تونس الخضراء ما أجملك والكورونا أثرت على كل شيء في حياتنا اليومية بما فيها القراية متاع صغارنا أخويا حتى هما صغار داخلين بعضهم كيفاه باش نقرا ولا ماناش قارين هو تحب الرسمية الصغار هبلوا في الدار وعاش فيها من رواحهم يحبوا المكاتب تقعد مسكرة أما يرجعوا يقراوا هاي هحكي معاه نفهموا ترى بدي سكروا الليسيات كاو باش تقرا عندي لا نحب نقرا علاش سكروا الليسيات باش ما نقراش اي اختنا من هذا الكل ويات نحكي بتاوى على برنامج ليدي ما قال يتعدى على جوهر اف ام وكي تقول عربية فصحى تقول تصريف افعال وضمة وكالجو تقول ليدي ما اي سيدي شد عندك فما كلمة راوية مستخرجة من فعل راوي فعل شكون فعل راوي كي تحب تصرف فعل راوي شنية يولي مهزة في ليدي ماكش عنده يولي واضحة ماني اي وزد اليوم العالمي للرواية العربية شفت ما وانت ورا كاتبة وراوية وتورويرين توروورين فعل راوي كي تصرف يولي توروورين هكا سامحنا يا متنبي سامحنا يا قباني يا ودي وين العيلة اللي تفيق وين الأصحاب اللي توعي بالرسمي صحابك ما قالوا لك شيء اليوم باش نورور لك حكاية مزيانة باش تورور زاد صار عدوى هي منتشرة في استوديو وهي فيروس ورور مخطر معروف يا باش تقول لي يا حاجة ترى سمعني كالجملة ترى سي غاف بالحق سي تري غاف تحية لصديقنا رامي في الرادار ترجع بحذانا ولفا باش اسمه اخبار الطرقات نفوت ترافيك 8:16 دقيقة اي اف ام انفو ترافيك صباح الخير مرحبا بكم الضغط مازال متواصل على دخل تونس الجنوبية من حي النور حتى للكبارية وعلى رومبوان بير القصعة وأقل شوية على رومبوان سوق الكراهب كيف على جي بي سات نيفو قنطرة قصر صعيد في اتجاه باردو ومن بعده نيفو متحف باردو في اتجاه رومبوان الخاصة على جي بي 5 تعطيل مدندين في اتجاه رومبوان خزندار وعلى جي بي 8 نيفو رياض الأندلس حتى رومبوان أرينا وبعد نيفو سنتر أوربان نور ونيفو سيتي أولمبيك في اتجاه سنتر فيل في الزهروني ضغط متواصل على رومبوان بن ضحى في اتجاه حي الزهور وعلى ناسيونال 1 من نيفو راتسفوري حتى البعد رومبا محكمة بن عروس في اتجاه جبل الجلود كيف التعطيل مازال شوية على شارع ولاد حفوز من باب سعدون في اتجاه باب العسل وعلى جي بي 10 نيفو رومبا في اتجاه هرينا ومن بعده من جهة الأخرى في التقاطع مع شارع خالد بن الوليد في اتجاه المرسى مازال زاد التعطيل متواصل على الغوتيكس نيفو الكامبوس ومن بعد نيفو نوتر دام في اتجاه المطار وضغط شوية زاد على شارع خير الدين باشا نيفو الكنام في اتجاه محمد الخامس وعلى شارع فرحات حشيد مقرين في اتجاه قنطرة سيدي رزيق في رادس زاد تعطيل على الغوت 33 وشارع محمد علي في اتجاه قنطرة رادس ونيفو سيتي اولمبيك في رادس زاد من جهتين على الغوت 23 نيفو رومبوان حي الرياض في اتجاه المرسى وبعدو نيفو رومبوان معرض الكرم نمشيو لسوسة نلقاو تعطيل على طريق الحزامية نيفو رومبوان سهلول من جهتين ونيفو رومبوان حامد الغزالي خاصة في اتجاه سوسة الجنوبية في صفاقس عندنا تعطيل على طريق المطار نيفو ليكول دانجينيور في اتجاه وسط البلاد وعلى صادق قرمازي في التقاطع مع طريق الجرمدة الحركة عادية في باقي الجهات والولايات ما فماش تعطيل كبير نذكروه نشكروا كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك اي اف ام انفو ترافيك كان عندكم اي اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711 سيسوا رواحكم وطريق سليمان الناس الكل
أخبار السندريلا وصندوق العجائب موعده يكون بعد الفصل. مشيت مرة تعمل في مقابلة عمل وتفاجأت بطلبات غريبة باش يتم قبولك. فما شكون طلب منك مقابل باش تنجم تدخل تخدم، أو خسرت خدمتك لأنه فما شكون متكلمين عليه باش يخدم. مالا كلمنا وحكي لنا حكايتك على 58 550 706، وشارك معنا في برنامج كلام في الليل من 10 ل 11 متاع الليل على راديو إي إف إم، أحلى راديو. كلام في الليل مع فرح. بشراكة مع البريد التونسي، مونيغرام تقرب لك أكثر في أكثر من 1000 مكتب بريد باش تقوم بجميع التحويلات بضمان، سرعة وبكل أريحية. مونيغرام تقرب لك أكثر. Profitez des inratables à prix imbattable. La Skoda Fabia est à partir de 30 dinars par jour. Rendez-nous visite chez Skoda L'Arc Automobile La Goulette et dans notre réseau d'agences officielles Asfax et Grombelia. Pour plus d'informations, appelez le 36 036 036. عندك شركة ولا مشروع مستحق إكيبمان ولا ماتيريال غولان؟ تلوج على انفستيسمون إيموبيلي باش تطور مشروعك؟ زورنا على إيجارة.تي.إن وين تلقى النصيحة والتوجيه اللازمين باش تاخذ أحسن قرار مع تمويلات إيجارة متاع مصرف الزيتونة. ادخل على إيجارة.تي.إن وزيد تعرف على الباك برو جدد متاع مصرف الزيتونة واللوفر برومو اللي تناسب مشروعك. على إيجارة.تي.إن ننصحوك وبأحسن تمويلات إيجارة نودوك. مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. شيل تشهد بمعزتكم وتفتخر بشهادتكم. احنا نخدموكم بمعزة، نرفقوكم بمعزة، نفرحوكم في كل وقت. توجتونا ميور سيرفيس كليون دو لاني وإيلو برودوي دو لاني الشيل في باور، شيل إليكس وشيل غيمولا، وزدتونا في المسؤولية باش نكملوا في هالثنية. شهادتكم عزيز علينا. أويكوس كلمة مازلت باش تتقال على كل لسان. أويكوس كلمة جينا ديريكتومون من اليونان. مع أويكوس مغرفتك فيني باش نلقى روحي في ميكونوس. أويكوس هو الياغورت اليوناني بتاع ديليس دانون، روسيت الياغورت اليوناني بتكسيور تشاهي فوق كوش غلة بنينة. وللمغرومين بالتصنيف أويكوس ناتشور، بنة الياغورت اليوناني بمطعم طبيعي تتبني ولا تصنف بيه في الكوجينة. أويكوس البنة اللي تخطفك. بعد ما تحصلت سيكام على لقب أحسن منتوج لسنة 2020، هاو باش نكتشفوا مع بعضنا سر طماطم سيكام. طماطم سيكام الحق من طيب كان بيها، نحطها كالمغرفتين وصوص تجيك خاثرة وحموريتها تشهيك وزيد ما فيها حتى مصبرات. طماطم سيكام طبيعية كما هي. دونك سيكام المفضلة عندكم ومتبدلوهاش، حتى هي طماطم من غير حتى مواد ملونة ولا مواد مضافة وزيد ما فيها حتى مصبرات. طماطم سيكام 100% طبيعية. شكرا على ثقتكم فينا. رافماج مع رفيق بوشناق على إي إف إم، أحلى راديو. 8:22 دقيقة، صندوق الأخبار توتسويت السندريلا والبوكس نيوز. أهلا وسهلا. ربي يهديها بوكس نيوز. والله جات لنا حكاية، والله بالذات تطرح حكيها بجد. شنو لا 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 والله بجد لا لا يزيد سادة لا يستسمعنا. بمعنى أن واحد جار يحط صوت القرآن عالي لأن دراه هذا يعتبر ضجيج، ينجم معناها عباد ولات شاكيه لانه جاركم ديما حاطط صوت. اما نحكيو على واحد حاط صوت القران نص الليل وما ذي ساعه بالقوي، هذاك بالقوي يا خويا يقوم للفجر يقوم للكذا يحط الاصوات على مقلق. لا مقلق القانون شي يقول مقلق، معناها واحد ما يرقدش. يا اخي احنا ضد القران، منين ضد القران؟ المره الجايه اجى الاذان نتاع صلاه الفجر زاد مقلق. لا لا مقلق، فما عباد بجنب الجوامع، فما عباد بجنب الجوامع بجد راهو الاذان كاينه في وسط الدار. الاذان يدوم دقيقه، اما نحكيو على سيد حال السي دي نتاع القران 4-5 سوية. ياك اللي يشكيو به للمقاول والناس العامل فيها كذا وخماضة وباش نعمل وبوليسية ونقابات وكذا. عيب سيبك ربي. احكيو معاه كلموه كلموه قبل ينقص من الاستماع. سؤالي باش تقول لربي فارغ باش تجاوب على هذا الكل. انا على ماي ما خبرتش. نمشيو لاخبار السندريلا والبوكس نيوز. هاي الاخبار الاولى ماي ماي. خلينا نحكيو على وزير الصحة اللي البارح كان في قناة التسعة في رونديفو نوف وغلبته غلبوه دموعه بليتو. خلينا نسمعوه علاش. تصور بنت تعرف العلاقة البنت وامها، تنجمش حتى تمشي تقرب لها، هذا يأثر فيها برشا. ربي يرحمها ربي يرفع البلاء. هذا أثر فيها برشا، هذه العلاقة اللي أثرت فيها. ما كيفاش إنسان ولا يخاف حتى من قريبه كيف نوف.
برشا توينسا جاءوا مع وزير الصحة وقالوا هذا إنساني وهذا عادي وما قالوا إلا إنسان وعنده مشاعر، لكن أغلب التعاليق كانت من نوع هذا، وقعدوا غردوا علينا بالواحد بالواحد. فما اللي قال ما حشناش بيك تبكي، تحرك باتجاه توفير المستلزمات الصحية خير من أنك تبكي علينا. فما اللي قال الشعب قال لك ابكي علي وأنا حي وأضرب بالبونية وأعطيني حقي في الصحة والدواء مش ابكي بعد ما نموت في التلافز. واللي كتب له كل مرة وزير يجينا يبكي وما يعمل شيء ويهز يديه ربي، مال الشعب شنو يعمل؟ حتى ذكر الهيبي ذكر الهيبي فوالا نحيو برشا الدكتور، قال ما تتاثروش ببكاء المسؤولين. انوفا بالتعليق هذا، هذا العام الجاي يشد وزاره الثقافه مسرحيه ناجحه. مش مسرحيه ما نشككش في صدق السيد الوزير، العبيد ياسر ما ترحمش حتى في دموع، معناها نتاع عبد كان صادق للامانه، حسيته صادق ولكن زاد للامانه حتى كي بكى ما وصلش للتوانسه، معناها ما كانتش اما ردود الفعل نتاع كل التضامن الكبيره نتاع حسوا الجنرال نتاعهم في لحظه صدق وتحفيز وهيا رانا في حرب وغيره كذا. اعتذارتي سيد الوزير، ولكن اتصاليا مشكلة كبيرة مع وزير الصحة، واحنا في حرب تخاذ بالأساس بالطرق الاتصالية وبالمعنوية. لا هو للتذكير سمحني ناصر، عبدي في المكي زاد عمل بكية شهيرة فك الندوة الصحفية اللي شدته الغصة وقال تونس تونس، هذيك أثرت في وقت من الأوقات. بعد شهرين ثلاثة وشنو من خدمة معناتها في بلوس مست في أفريل مست، لأنه وقتها يبدو وانه هذاك جات في خلينا نقولوا تسلسل اتصالي، معنى العمليه مخدومه على العموم باش توينس يحسوا انه فما خطر. بصير فما للاسف انا بطبيعه كشخص ما نشككش وما نحبش ندخل في في امور نحترمه الشخص بعد الوظيفه، هذيك حاجه اخرى. يبدو لي وانه اتصاليا وزاره الصحه ما نزيدش نحبش حتى اضاف عليك، فما خبر مهم رفيق اللي راهو فما هذا قرار تخذيه مقبل وتوا جات الدوزه، دونك 180 ألف تيست رابيد لي فري تيست رابيد جاو لتونس. في 20 دقيقة هذول اي في 20 دقيقة يعطيوك نتيجة. بون الفيابيليتي نتاعهم أقل شعرة من اللي تيست الآخرين بيصير، لكن على العموم عموم خبر به بالنسبة لتوينس. برهان الدموع في العادة في خطاب السياسيين تمس تكون منعرج تكون فاصل تاريخي مع وزير الصحة مرة الكرام ما نعرفش علاش. وسؤالي ثاني وانت خبير بالاتصال، علاش في فترة 14 الجمعة قبل سقوط النظام تاعك ما خممتوش يبكي هكا واحد فيكم يخرج يبكي هبط دموع يستعطف الشعب ما نعرفش؟ السياسة جمعي على ثاني نظام سيادة الرئيس الله يرحمه كان يمن انك ما يزمكش تبكي، يزمك تبكي. الدولة ما عندهاش مشاعر. لا بكيتونا ومن دولة بكيتونا بكيتونا. الدولة ما عندهاش مشاعر، لكن بالطبيعة خلينا من الربطان هذا بذاك بما لا يربط. أما الا غالب اولا سيد وزير الصحه ما شككش في مشاعره البارح، ما نتصورش انه اصطنعها العمليه، تاثر بجد كي تذكر انه العباد توفيت، لكن تسخيرها في مسار الاتصال وفي مسار انها تاثر على العباد الا غالب راه فما خطاب ياثر، فما بكي تاثر، فما حركه تاثر، فما كيف خطاب قد ما تعمل ما ياثرش، بكي قد ما تعمل ما تاثرش، كليم قد ما يعمل ما يأثر. فيلينج يتعدى ولا ما يتعداش. الله هي الحكاية، وإن شاء الله هو ما صدقني. إن شاء الله في 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 بكية أخرى نصدقوك. مش في بكية أخرى، إن شاء الله في العمل الميداني على الأقل يرقع المشكلة الاتصالية. نمشيو نحكيو على تدوينة جديدة للمحامي منير بن سالحة، كان هبطها البارح على صفحته على الفيسبوك. يلا سندريلا. التدوينة ذي يكتبها كما قلت المحامي منير بن سالحة، قال فيها بعد وفاة راوية الفورتي إثر إجراءها لعملية تجميل بسيطة، هي منذ يومين وبتاريخ 9 أكتوبر 2020 تلقى سيدة في عمر 35 أم لزوز صغار حتفها بنفس المصحة وبسبب نفس الخطأ الطبي، التقاعس والتقصير كالعادة هو بيدو الدفع مسبقا كالعادة ونقدا ودون وصل، والملف الطبي يختفي والعائلة تلطم وجهها ولا أحد يجيب لك. الله يا تونس. برشا توينسة تفاعلوا مع تدوينة هذية وكتبوا وعليش ما تقولش على اسم المصحة وتفضح الناس هذوما باش ما عادش تتعاود، فما اللي قال ويني عائلتها شبيهم ساكتين، فما اللي كتب اسم المصحة من فضلك أستاذ لازم الناس تفيق باش ما يمشيوش ضحايا أخرين، واللي قال عمليات التحطيم وزيد يخلصوا ملايين. ونوفى بالتعليق هذا الواحد يشري بموت بالفلوس.
كنت اتصلت بمنير بن صالح البارح واكد لي المعلومه ثابته واكيده المره الثانيه يصير نفس الحادثه في نفس المساحه وتتوفى امراه عمرها 32 سنه ولا 33 سنه ام لزوز صغيرات بنفس الطريقه ونفس طريقه التعامل في علاقه بالشيء كيفاش بعلاقه في ردود الفعل بعلاقه في عدم تحمل المسؤوليه نفس اللي صار في الحادثه الاولى عاود صار مع الحادثه الثانيه العهد على منير بن صالح اللي ناكد اتصلت به واكد لي انه الاخبار رسيح وقال لي ما نعرفش عائلة المرحومة تحبني نتدخل إعلاميا ولا لا خلي لي وقت نتشاور معهم ومن بعد إذا كان فما تدخل إعلامي تيكون معاكم ناصر. اللي متأكد رفيق إنه المساحات مش الكل ما نعموش لكن فما مساحات الحق تستغل في الناس باش نبداو نحكيو بصدق ولا تستغل آلام الناس فما برشا مساحات إنك اليوم تلقى روحك في وضعية إنك بوك ولا أمك ولا أي إنسان قريب ليك دخلوا المساحة ما تعرفش عليه يدخل ميت حي بعد ساعات انا واحد من الناس تعدت عليا وقت الوالد الله يرحمه في النهار يقولوا لي الوالد لاباس وفي الليل يقولوا لي راهو مرض في النهار لين وصلت الفاتوره طلعت المستويات عاليه برشا مالوريزمون فما مساحات تستغل الناحيه التجاريه وتنسى الامور الانسانيه اللي هي مفروض تكون اولويه من الاولويات. مش نحكيو حتى على امور انسانيه، نحكيو على تحمل المسؤوليه، نحكيو على نفس خطا قاتل يصير مرتين تقريبا في اقل من شهر كان نذكروا الحادثه وي. علاش ما يقولوش اسم المساحه؟ توا هذه الضحيه الاولى وهو حسب الكلام نتاع سي منير بن صالحه هذه الضحيه الثانيه وهو متاكد وعائله وعارف تفاصيل القضيه. وفما قضاء بعد يحدد المسؤوليه على خاطر لو نخطئوا لو نغلطوا. علاش نخليه مره اخرى يجي يمشي امراه اخرى ولا رجل اخر يكون ضحيه للمصحه هذه، لازم نفتحوا الناس بالاسم باش يعرف. وزيد لو يخرج غدوه حكم قضائي بعدم تحمل الاطباء اللي غادي المسؤوليه واللي صار قدايا ربي مثلا يتحاسب شكون؟ يتحاسب ما فما احتمال للخطا. ايوه وقتها انا نكون مسخت مساحه ومسخت كلينيك مسيت لها سمعتها وبعد طلعت انا غالط شكون مش يعاود يسمع كل التصحيح لو هذاك صار وي توا اختا كلام وميبه الكل الكلينيكات هوني في تونس الكل يا خويا ما عندهمش استغفر الله يا ربي يا ودي شويه رحمه راهو راهو يا رفيق تشوف الفاتورات وتشوف كيفاش يحطوا دويات كما قال لك الناصر سامحوني في العباره في الصباح ذبحان لا رحمة لا شفقة شيء مهول. يا ودي شيء مهول تدخل على غرزة يردوها لك تخرج مليون حات مينيموم راهو شيء يا ودي يلزم شكون يراقب لك ماكينة نتاع ماكينة نتاع فاكتوراسيون معناها حادثة صارت لي مثلا انا هزيت بنتي للكلينيك جات طبيبة شافت قالت لي جو بريفيري شوفها الاخصائي سبيسياليست عيطوا للسبيسياليست شافها معناها هي عملت هكا طلت بالعين 10 سكوند قالت نحب يشوفها سبيسياليست ما نشوفهاش انا بعثوا الفاتوره لقات بيبا ذيك خذت 100 دينار على الجمله ذيك اللي قالتها قالت انا جو بريفيري نشوفها سبيسياليست نحكيو مثلا على حكايه لي لابوراتوار تو اللي صاير معناها كلام كبير على انه لابوراتوارات قاعد يمشيو لهم شركات مثلا ولا بنوك ولا غيره كذا يبعثوا له بالعشره 20 يقول لك في وسطك العشره 20 يختار باش يعدي واحد ولا اثنين يعدي بوزيتيف حتى لو كان هو مش مريض وقتها الشركه ولا البنك تعرف انه باش تبعث وراه 20 30 واحد اخر يحلوا اللي كلمهم واللي تواصل معهم واللي يخدموا في نفس البقعه اللي هما والبيروات وكذا ويعاودوا يبعثوا جروب اخر صحيح. وعلى كل جروب يعاود يعطيك اثنين ثلاثه بوزيتيف والشركات تصرف والبنوك تصرف والليبوراتوار هذوما رابحين ولا رقيبه في هذه الدوله سليل 23 سنه من نظام الاستجداد ولا فاش تعمل فاش تعمل في التليفون جاي في بلينات للاسف للاسف عبير ايش قالت لك عبير نقرا في رد سيف مخلوف على مراد الصغير يا لطيف عاود خرج حاجه حالا للاسف للاسف بربي بربي لحظه لحظه بربي نعتذر شويه نعملوا الرد احنا دقيقه دقيقه من صديقتنا سالمة هلال سيف الدين مخلوف هو مكتوب فوالا الاستاذ سيف الدين مخلوف ندخل له على المباشر كانت التدوينه تتقرا ما نعرفش نقرا نهاركم نهار وعلى مراد الصغير يتبلى علينا واتهمنا صراحه بان ائتلاف الكرامه وراه داعش هي اللي تحمي فيه هكا مخه حكى له خرجها كيف ما هي على بلاط وبكل ثقه في مداركه وما ضغط عليه حتى حد البقيه فما تن لحكي فم 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 تن نقراها بعد الفاصل نحاول نترجموا نحاول نترجموا البيب الموجوده نقراها بعد ال عادي عاد ليه نمشي خفيف سالم هلال ربي يشفيك ومن بعد محمد الهادي بخوش صديقنا العايد بعد رحله صراع مع المرض يرجع وترجع اللحيه وترجع الفورمه تونسي اخبار سالم هلال ومن بعد اخبار الكوره مع هادي بخوش ونرجع لكم على سندريلا في البوكس نيوز اي اف ام اكسبريس
10 معتمديات جديدة تزايد القائمة المعتمديات المصنفة اختيرة في علاقة بانتشار كورونا هي صفاقس المدينة، صفاقس الغربية، صفاقس الجنوبية، ساقية الزيت، ساقية الدائر، قرقنة، دار شعبان، قرب ابن خلاد والحمامات. وزارة التربية تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي بلغ لنهار 10 أكتوبر 890 حالة مؤكدة، منها 394 تلميذ و380 مربي و87 عوين تأطير و29 من العملاء. وزير الصحة يقول أنه تم شراء 370 كهربة إسعاف باش توصل لتونس في ديسمبر الجاي. منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاع قياسي في إصابات كورونا في جمعة بأكثر من 2,200,000 حالة. إضراب وطني عام للمحامين نهار الجمعة بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين تحت شعار لا للضغط على القضاء ولا للإفلات من العقاب. موعدنا يتجدد في أخبار التسعة، مكملين بعد شوية مع الراف ماك. إيفام سبور مع محمد هادي بخوش. صباح النور الناس الكل، ومرحبا بكم في إيفام سبور. يواجه اليوم المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من 7:30 متاع العشاء المنتخب النيجيري في ملعب جاك ليمانز أرينا في مدينة غلاكنفورد النمساوية. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. البارح كانت آخر حصة تدريبية بحضور جميع الملاعبية اللي تحولوا للنمسا. مباراة باش تقيم نوعا ما أداء المنتخب، وهذا اللي خلوا لعب المنتخب أسامة الحديدي. كاليبر كبير نيجيريا، روفانش، ماتش روفانش بالنسبة لنا احنا، زادة خسرنا معهم في الـ في الـ في, الـ في الكان الأخرانية. أمبري تيست بالنسبة لنا احنا باش نعرفوا نقفوا على الإمكانيات نتاعنا ونشوفوا وين وصلنا، شنو ناقصنا، شنو نجموا نحسنوا، وإن شاء الله يكون ماتش باهي إن شاء الله للجوالات الكل، ونكملوا الستاج نتاعنا بريزلت بوزيتيف ان شاء الله. ذكروا للمباراة تنطلق 7:30 متاع العشية وباش تكون منقولة على الوطنية الأولى. قرر المكتب الجامعي تزكية وديع الجارية لثلاثة مناصب، هما عضوية الكاف، عضوية الفيفا، ورئاسة الكاف، وهذا تأكيد من عند العضو الجامعي هشام بن عمران في تدخله مع أيمن. عملنا اجتماع المكتب الجامعي وقررنا باش نزكيه وباش ندعمه الترشح وديع الجارية. صار جمعتين سادي ومعناتها صار اجتماع لتو هذا سكوب، أنا أعطيكم اجتماع صار سري، اجتماع معناتها وقع معناتها وفيه في ومحيين ومريقل، معناتها ما عندنا حتى اشكال. جمعتين تالي وقررنا معناتها كوديع الجارية راهو بور لا بروسيدور خرج ما قعدش معنا راهو بدون حضور الرئيس، فلذا معناتها قررنا وحيناها في بيبي ودعمنا قلتلك وزكينا الترشح نتاعو في ترشحوا لانتخابات رئاسة الكاف ولا لعضوية المكتب التنفيذي؟ ترشحوا هم فما ترشحوا في ثلاثة فما في الفيفا، فما في الكاف ممبر اكزيكوتيف، فما رئاسة الكاف. رئاسة الكاف مازال مش محسومة خاطر فما الكوميتي ديتيك مازال ما خرجش اسكو أحمد باش معناتها سوبريزونتي ولا لا، مازال ما علاش رسمي. اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم قررت تسليط جملة من العقوبات على هلال الشابة. إيقاف رئيس الفريق توفيق المكشر على تعاطي أي نشاط رياضي لمدة سنتين، نفس العقوبة لكاتب العام للفريق السيد محمد إبراهيم، خصم 6 نقاط من ترتيب الفريق و 40,000 دينار اختية مالية. من جهته احتج فريق هلال الشابة على القرار هذا عبر صفحته على فيسبوك. النادي الصفاقسي تم إجراء تعاقد مع المهاجم الليبي محمد سولا لمدة 2 سنوات قادم من فريق الرفاع البحريني، كما عزز الإطار الفني بالمعدل البدني وسيم علا ومدرب الحراس كريم السبعي. التماثل رباعي لاتحاد المونستير المتكون من فادي العرفي ومعتصم صب ودريس المحيرسي وزياد مشموم للتعافي من فيروس كورونا. لاتحاد المونستير اللي عاد البارح للتمارين تحذيرا للموسم الرياضي 2020-2021. قررت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي خضع جميع اللاعبين اليوم للاختبارات الطبية من أجل متابعة وضعيتهم الصحية وعودة التمارين باش تكون نهار الخميس. في كأس الأمم الأوروبية الليلة 8 غير بوع ألمانيا تواجه سويسرا، أوكرانيا تلعب أمام إسبانيا. أهم المواجهات الودية اليوم، اليابان تواجه الكوديفوار، المكسيك، الجزائر، والسنغال تواجه موريتانيا. كانت هذه EFM سبور، أكثر تفاصيل على السيت EFM.in. موعدنا جاي ساعتين وتو مسلين مع الرحمة.
تحب على استشارة طبية وإلا معلومة صحية، تابعنا في الموسم الثاني من ألو إي أف أم سبيسيال سانتي كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة حتى يكشل الأربعة متاع العشية مع هجر الحنيشي. أنت تسأل والطبيب يجاوب على إي أف أم أحلى راديو. عندك الباك وحاير كيف تضمن مستقبلك في عالم قاعد يتبدل؟ في البزنس سكول متاع لونيفرسيتي سنترال نحضروك العالم الخدمة متاع غدوة. دي ليسانس وماستر في الماركتينج ديجيتال، بزنس انتليجنس، مانجمنت اي فينانس. وباش ديما تكون متميز وما تفلتش منعرج ديجيتاليزاسيون، البزنس سكول تزيدك مجانا وان اكسكلوزيفيتي دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال في السوفت سكيلز وديجيتال سكيلز اللي يعملوا الفارق في سوق الشغل. لاكثر معلومات زورنا في البزنس سكول ولا اطلب 71 79 76 79. لونيفرسيتي سنترال بارتنير نجاحك. اليوم ثابت لي لانفورماتيك والتليكومونيكاسيون هما المستقبل، مالا كان خديت الباك ومازلت حاير، احسن خيار ليك لونيفرسيتي سنترال اي تي اللي تحلك بين السايبر سيكوريتي، البيك داتا والانتيليجنس ارتيفيسيال اون ليسانس ماستر وسيكل دانجينيور. وباش ديما تكون متميز وما تفلتش منعرج ديجيتاليزاسيون، لونيفرسيتي سنترال اي تي تزيدك مجانا وان اكسكلوزيفيتي دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال في السوفت سكيلز وديجيتال سكيلز اللي يعملوا الفارق في سوق الشغل. لاكثر معلومات اطلب 71 79 76 79. لونيفرسيتي سنترال بارتنير نجاحك. أويكوس كلمة مازلت باش تتقال على كل لسان. أويكوس كلمة جينا ديريكتومون من اليونان. مع أويكوس مغرفتك فيني باش نلقى روحي في ميكونوس. أويكوس هو الياغورت اليوناني تاع ديليس دانون، روسيت الياغورت اليوناني بتكسيور تشاهي فوق كوش غلة بنينة. وللمغرومين بالتصنيف أويكوس ناتشور، بنت الياغورت اليوناني بمطعم طبيعي تتبنوا ولا تصنف بيه في الكوجينة. أويكوس البنة اللي تخطفك. انتم تسمعوا في راف ماغ البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس على اي اف ام احلى راديو. علي راف ماغ مواصلين معكم بالاخبار، مكملين مع السندريلا والبوكس نيوز. السردوك العربي، اطلع السردوك العربي والدجاج عنده فوائد لينا نحن، عنده فيتامينات يخلينا نتحميه من الكورونا. هذا الكلام مش كلامي، كلام شكري حمودة اللي هو مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم. البارح صرح وقال انه الغذاء المتوازن يوفر حاجة الانسان من الفيتامينات، وذكر الكسكسي بالحم الدجاج، وإلا قالك طبق سلطة موسمية قدر على توفير حاجيات جسم من الفيتامينات ويح مينا زيدا خاصة من الكورونا. التوينسة ما خذوش كلام سي شكري حمودة بجدية ونبروا عليه وكتبوا ما توفى الكورونا ضعيفين يولي يوزن كان 100 كيلو، نقضيه على الكورونا وتولي عنا شحم في الدم. هذا شي حب سي شكري حمودة. وفما اللي قال يزيلة تسمعك الوالدة، يهديك يزيلة ترسينا بين لينا وليلة كسكسي بالدجاج. وفما اللي كتب له تصريح هيل أما زيد وضح، الدجاج عربي وإلا سوري. ونوفى بالتعليق هذا، هذه هي هزوا ديهم وعملوا على الدجاج على أساس هو الدجاج رخيص. ونوفى بالتعليق هذايا، احنا مش خالطين على القراع، خلينا باش نخلطوا على الحم الدجاج. هو قال اللي يخلط اللي نجم ياكل ياكل اللي ما ينجمش. هاك انت البارح طيبت بستوريات ورينا البصل رفيق، كان ترى كيفاش تقص في البصل راهي طايش في البصله كامله. معناها ما نحبش نعطيك كواليس، البارح راجل اللي هو صديقي استعجالي في الاورجونس، فم وجديق تعوج اللوطاني والكل. ترى بربي يا راف عندي مستمع قال علاش ما تعطيه السيف الدين مخلوف الرد على مراد. مرحبا، كان نطلب الاذاعه يا اخو حق الرد ينجم يدخل ويسلم على النبي. اي لا الراجل قالك غادي راهو في عون، كان يحب يا راهو باش يعطينا قوه باش نقلقوا. اي كان يحب لا وتكونوا اول اذاعه تخرق قرار النقابه. فوالا ما احنا فما حتى واحد من الخرط في الدوله كامله. الناس نخافوا على خيرات الناس. نحب ناكد لك رفيق، انا راني نربي في الدجاج في صفاق، نقرا لكم حسابكم. عندي والله بالحق عندي برشا عندي الدجاج وعندي الفلوس وعندي برشا، والله عندي جو كبير في الدار ومغروم تربي فيهم الاستهلاك الذاتي. اي بيان سور، ما عندي تبارك الله خير. انا قال لكم حسابكم تاخذ نجيب لك سردوك الاداءات في باله بيك وكذا. لا لا كل شيء بريك، نحن نلعب مع كل شيء، كان مع الاداءات ما فيهاش امور كويسه. تو تصب على شريط من يفام وتسعه كل صب تصب يا ودي على الكل. انا حتى الفلوس اللي اعطيتهم لي في النوار باش نديكلاري نصب. فريلانسر معناه يلزمك تصب، معناه تعرف لازمك تصب، ما عندكش ان اس اس. لا لا صب مريق على تسعه ولا يفام حتى الفلوس اللي اعطيتهم لي انت باش نديكلاري. برهان صب انت زين برهان خلينا نقصوا ساعه ولا فما ديتاي هرب على الناس الكل. لليوم الثاني على التوالي رفيق يجيب السردوك الفرنسي وبالوان فرنسا الابيض واليوم لكحل. يا برهان اون سيري راهو ما يطيح رتلك الكيلو. انت حاولت وانا حاولت.
مش خس انا مشكلتي ان انا يسمعوا فينا مش يتفرجوا فينا هكا كيعمل انت حاولت وانا حاولت اعمل غمزه بينه اليسار تاع رد انا ما فهمتش شنو حاولت وحاولت فهمنا بعضنا استقطبنا الفرنسيس هذا عرض هذا عرض راني نجم معناه ولكن هاتوا هاتوا ما فماش هدوء باش نجيب مريول التحيل القطري بعد هدوء العين الاماراتي واحنا ماشي في انتظار عرض رسمي في انتظار عرض رسمي على الاخبار الموالي وايو على تيميني يا راف مخلوف هو يتوقع قالوا طلبوني وهز في الميكرو يلا الاخبار الموالي سندريلا شنو فاب فيديو البارح نبروا عليها توينسا وضحكوا عليها فما اموا حاجه ضحك بو كثر الهم يضحك عرس البارح يا سيدي العروس جيب جماعة عقموا له عرس وعقموا هو وعروسته وبعد ما كملوا جماعة التعقيم والعرس كان يشوفوا قاموا يشتفوا وعملوا شطحة مع الذكار والطبيل وشيخوا فيها حسينوا التعليق كانت هكية أكثر من الزهي من غادي وفما اللي قال بعد المشهد هذا نورمال مول كورونا تهز روحها وتطير وفما اللي قال لغلبنا لا غلبنا الكورونا وجيب منا ربي واللي كتب التونسي لا يهمه لا في كورونا لا في موت عطيه الزهو الزهو زهو تا ماش نحكي زهو عطاه لي برين زهو ترب وسيبو نوفا بالتعليق هذا يا ما شاء الله على ولاد بلادي يا ناري الكورونا تشطح راهي توا بزوز محارم على الاقل نجموا نخرجوا فرحه في وسط هالحرب اللي عايشينها وهالضغط النفسي الكبير عباد مشيت عقمت وبعد ولاو يشطحوا صراحه الفيديو هذيك انا شفتها البارح شخت عليها وضحكت عليها ومحليها خاطر شيخي احنا نقولوا نتعايشوا مع الكورونا هذاك هو التعايش مع الكورونا عقم خويا والجماعه اللي جات عقمت الويت وشطحت وشيخت ومحليها انا فريمون عجبتني عقليه توريست فرنساوي يحب الجمل والشطيح وكجو هذاك وكل والله حتى مراد الامانه هوني الوحيد اللي يجي ويعقمنا ويبدا يفشفش وكله والله يعطيه الف صح برهان تحليلك السوسيولوجي للفيديو محليهم برشا اغزل لي هذو الناس قاعدين يردوا على حالة بتاع قتامة موجودة في الضفة الأخرى في السياسيين في الأداء السياسي بلا خيال خيال هذا ما عليهم لبسوا كل الواحد ذاك بعد ما كملوا مهمتهم عملوا كالضربة شتيح هذا راهو عالميا ودوليا يا أخي شفت الإطارات الطبية اللي تحاول تشطح اللي تعمل لك الشطحة هذيك كذا حاولنا نعملوها نحن المنتخب الوطني وهك شفت جماعة كريسبي جماعة أنا نشوف في شطر الجوارات ما تحبش تشطح يغزروا لبعضهم وظهر لي يضحكوا اللي قاعد يشطح يعني شادين رواحنا حرر روحك محليها البلاد هذيا راهو رانا كان جات عندنا طبقه سياسيه عندها خيال بمثل خيال الناس الباهيين الحلوين هذوما رانا نكونوا اكثر خير راهي قراراتها تكون خير راهو اسلوبها تعاملها تفاعلها قيادتها تكون اجمل مشكله البلد زاده نقص في الخيال وفي الاخر الشعار اللي محليها توا نتاع بحب الناس الرايقه والله كلامه مش كلام ميكرو بركه انا شفت برهان وقابلت برهان في الليل وشفت الرقصات اللي عنده معناها ومجموعه اللي معاه والانغام اللي يختارهم معناها باش يرقص عليهم زياده انا عندي حاجه انا ريت فيديو برهان بحب السرابه ونحييك عندي عنده اجتماع مع بن علي بن علي يشتح وبرهان يشتح والسورياتي يشتح امبوسيبل يا ولدي فيديو حلو بعد دخلت لهم ليلى قلت لهم يزي محمد باش يرقدوا كلها حتى برهان اما احلاك ترى بن علي كيفاش وهو يقول له ادفع عليك سيد الرئيس حط عليك والسورياتي كيفاش يشتح بالسلاح حاجه فينا برشا اما كي دخلت ليلى قلت لهم محمد راقد ركضوا ناس الكل نرجع لكم بعد شويه مع الكويز كامله السندريلا الاخبار في البوكس نيوز نمشي نسمو اخبار الطرقات مع صديقتنا الفا توت سويت اي اف ام انفو ترافيك مازال شوية ضغط على دخل تونس الجنوبية نيفو حي النور وشوية زيادة على رومبان بير القصعة وكيف كيف مازال ضغط على جي بي سيت نيفو قنطرة قصر صعيد في اتجاه باردو من بعد نيفو متحف باردو في اتجاه رومبان الخاصة على جي بي 5 مدندين في اتجاه رومبان الخزندار وعلى جي بي 8 نيفو رومبان أرينا وبعده نيفو سنتر أوربان نور في اتجاه سنتر فيل في الزهروني مازال التعطيل على رومبان بالدحة من جيتين وعلى الغوت ناسيونال 1 من نيفو رادز فوري حتى رومبان محكمة بن عروس في اتجاه جبل جلود على الجي بي 10 نيفو رومبوان في اتجاه أريانا مازال شويه تعطيل زياده على الغوتيكس نيفو الكامبوس في اتجاه المطار على شارع فرحات حشيد مجرين في اتجاه قنطرة سيدي رزيق وفي رادس على الغوت 33 وعلى شارع محمد علي في اتجاه قنطرة رادس وبعده في اتجاه سنترال ستيك على الغوت 23 زياده تعطيل نيفو رومبوان معرض الكرام وعلى جي بي 9 شويه ضغط نيفو لاك في اتجاه سنتر فيل في سوسا مازال التعطيل متواصل على طريق الحزاميه نيفو رومبوان سهلول ونيفو رومبوان حمد الغزالي في اتجاه سوسا الجنوبيه وفي صفاقس كيف عنا ضغط على طريق المطار نيفو ليكول دانجينيور في اتجاه وسط البلاد
وعلى طريق العين في التقاطع مع مجيد أبو ليلى زادة في اتجاه وسط البلاد، وعلى شارع الشهداء من رومبوان باب الجبلي في اتجاه رومبوان الأروقة، وعلى طريق جرمدا نيبو سينخ بياس من جهتين. الحركة عادية في باقي الجهات والولايات، ما فماش تعطيل كبير نذكروه. نشكروا كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك فما فو ترافيك. كان عندكم أي خبر يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. إن شاء الله نهاركم مبروك، سيسر روحكم وطريق سليمة الناس الكل. أنا خلود مبروك، تلقوني في 90 دقيقة من اثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعة ونص، ومعايا كالعادة سفيان بالحميدة. مش وحده، اثنين برنامج 90 دقيقة يعزز فريقه بطارق الكحلاوي وشاكيب درويش. في 90 دقيقة ساعة أخبار تحاليل وتصريحات ونص ساعة حوار مع ضيف كل يوم على إيفام أحلى راديو. ساعات المكتوب يغرب لك أحبابك وأقرب الناس ليك، أما الفرحة الكبيرة كيف مهما يبعدوا تنجم تقرب للعزيز عليك، يهزوا معك وذن القفة، يشاركوا فرحك ويقفوا معك وقت اللازم. الكل تونسي وتونسية بكامل تراب الجمهورية، بشراكة مع البريد التونسي مونيغرام تقرب لك أكثر وين ما تكون، وتحط خدماتها على ذمتك في أكثر من 1000 مكتب للبريد التونسي، وهكا تستلم الأموال من الخارج وتقوم بجميع التحويلات بضمان بسرعة وبكل أريحية. مونيغرام تقرب لك أكثر. تعرفوش علاش فور ترانزيت سون لي فيكول الاكثر مبيعا في العالم؟ خاطر سي لي بلو روبوست لي بلو براتيك لي بلو سيكوريزي. وفي بالك اللي توا 55 سنه ترانزيت تلقاه في ثنيات العالم الكل، يعاون الناس باش يتنقلوا ويهزوا سلعتهم باحسن تكنولوجيا. داير فورد باعت لليوم 8 مليون دو ترانزيت باهي في الجام فورد ترانزيت. قداش فما من موديل؟ يظهر لي اربع. وي ترانزيت فان، ترانزيت كاستم كايتي ايلو انترناشونال فان اوف ذا يير 2020، ترانزيت امبولانس اي لو فامو مينيبوس 15 بلاس. وفي C'est le minibus le plus sécurisé, le plus confortable et le plus accessible du marché. Toute la gamme Transit est disponible chez Alpha Ford et son réseau. Ford, go further. Raf Mag, le programme du soir, numéro 1 en Tunis. آخر 10 دقائق في ساعتنا الثانية من Raf Mag. نمشي وتسويت الاختبار العادة الكويزة. الكويز. يلا سيدي، السؤال رقم واحد وهو رقم 461. برهان زياد، 461 هو رقم اليوم، والتصريح كان لوزير التربية، أعطانا هو الرقم هذا. إيش نجم يكون 461؟ بدوي. 461 معلم مرضى بالكورونا في تونس. في تونس. أعطينا ذكرى 461 زيت إطار تربوي. بلوتو 461 مدرسة فيها معناه باش يتم إغلاقها بسبب تفشي الكورونا، مش 64 سندريلا. إطار تربوي مرضى بالكورونا. لا مراد صحيح، تبع مراد، تبع مراد. 461 مؤسسة عرفت عدوى بتاع كورونا، ما عنده حتى علاقة بالكورونا، ولكن الرقم مفزع وموجع. اليوم في 2020 عندنا 461 مدرسة لا يمكن لها أن تتزود بالماء الصالح للشراب. هذا الرقم اللي أعطاه وزير التربية، كان أعطاه في تصريح سابق نفس الرقم، ولكن قال تقريبا 1400 مدرسة ما هيش مرتبطة بالسوناء بالشبكة بتاتا، وهذه 461 مدرسة غير قادرة تتزود بالماء الصالح للشرب. معناها الآخرين نعرفش يجيبوا بادن من بير غيره كذا، الكلام ده 1400 وشوية، و461 حتى باش يجيبوا من بير ما فماش. تعليق برهان على الصغار هذوما، ذنبهم أنهم تولدوا في المناطق هذية وتحبوا الناس ما تنقمش. نعاود ديما نفس السؤال، 1400 مدرسة مش مربوطة بالسوناد. يلزم فما جهد يرافق الجهد الكبير زادا أون كونتر بارتي. نجم نشوف الماء، الكاس المليان بماء مكاتب في كل بلاصه بارتو، كي دوله زيمبابويه كي كنشوفوا كيف. لا لا مش زيمبابوي، لا 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 في تونس. نشوف الاخرين فيهم الماء. رفيق رفيق ما يسالش ما يسالش، خلينا نشوفوا الوجه الاخر بتاع الكاس. الدوله في تونس بقرار من الزعيم بورقيبه عام 56 في اطار ديمقراطيه التعليم، اذا كان عملت حاجه مدرسه في كل بلاصه تمشي للخلايا المخلي، فما حد شيء، فما حد شيء فريمون، معناها الصحراء ترقى مدرسة في وسط الوعد تنجم تجربها بالعين المجردة. بالطبيعة هو خيار، نعمل مدرسة أولوية يخلط عليها بعض التجهيزات،
كل دوار بجنبه مدرسة صحيح تمشي كيلومترات كيلومترات كذا، لكن نسبة الانتشار في المدارس في تونس من أعلى النسب في إفريقيا وفي العالم العربي، وتحتل المرتبة الأولى بنسبة الانتشار. الله غالب تجيك على النسبة هذه بتاع المدارس إلى الآن اللي ما هيش مربوطة بشبكة المياه. هي راهو مش فقط المدرسة، حتى الحي الدوار اللي بجنبها، الناس اللي انتصبت غاديكا، الناس اللي تلمت غاديكا. احنا توا في الميكرويت تحكيو على حاجات إيجابية بولين ولا عطرة اللي يجي مخر؟ لا 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 لا، حطيتها في سياقها أنا، وهذا يفرض علينا مجهود. ال 461 اللي ما فيهمش الماء، اللي ما فيهمش الماء يلزم يتوفر فيهم على الاقل كما قلت السباله، مش لل 460 السونداج البير السباله اللي توصل الماء للوليدات الصغار، بالرغم انه يا رفيق مش هذه هي المشكله الوحيده للمدارس التونسيه. ايجا هاي مدارس في قلب العاصمه لهنا، التواليت ما فماش، الماء السبابل ما تخدمش، الوضعيه الكارثيه الاكثر. كي تعرف اللي انت صندوق صيانه المؤسسات التربويه فيه مبلغ 136 مليون اللي هو مبلغ يضحك، ما يعملش صيانه حتى لدار الناصر غاديكا، فهمت؟ فما بالك لهالالاف المدارس اللي محتاجه لصيانه كما محتاجه كما قلت انت للماء. هذا مسؤوليه الدوله، هو بيبرش فما مسؤوليه الدوله يا بنيان. انا عجبني ناجي جلول في حاجه عملها وما كملش، انه عملها منها حملة فكره حمله دار على رجال الاعمال، حفز الناس، يلا ناس الكل يجي ريت نحكيو على حرب ولا واحد يقود جنرال. الدوله عاجزه اليوم، امشي اليوم دور ورجال الاعمال تحب تتقرب للسياسيين ولا الطبقه الحاكمه، استغل ذاك انت حمله وطنيه، حمله وطنيه. قد ايه تكلف اليوم ربط 461 مدرسه بالماء وبالسناد ولا باش نعمل لهم سباله مساكن ولا بير ولا ما نعرفش قد ايه باش يتكلف؟ غير قادرين انه نحطوها ذي هدف لوزاره التربيه على 3 سنين مثلا، على 3 سنين. هذا يا خويا هذا راهو الماء يا برهان، راهو الماء، ما عادش نحكي على تواليت تخدم الماء، ولدك صغير يقرا عطشه، معناتها تتصور انت الوالدين غادي ينجموا يعطيوه حق دبوزه ما معدني؟ معناها ما ينجموش. على الاقل نعملوا هدف ونسكروه، بعد 3 سنين يخرج لنا وزير يقول انا ربطت المدارس بالماء، انتهى. خليتوها 461، انا خليتها لكم 99 مدرسه ما زالت ما تربطتش. هاك عملت انجاز، تمشي الوزرة وتجي الوزرة ونشوفوا حتى انجاز. وي ناس هو حقق الحق، انا عشت معاه الفتره هذيك نجي جلول، هو باكثر حاجه انسان خدم الانفراستركتور في المدارس هو نجي جلول. وانا نقول لك عكس اللي قلتوا انت رفيق، راهو رجال الاعمال وقت اللي يلقى انسان صادق ويعرف يمشي يحط في المدارس يمشي ويحط وينفستي، وراهو برشا رجال اعمال عاونوا في برشا ترميم برشا مدارس واعطوا برشا فلوس ورموا معناتها المدارس، لكن الاراده نتاع الناس ولا الناس اللي تسير في البلاد هذه هو اللي ناقص. حتى لوتيكا جوست للتذكير سامحني بوريان، لوتيكا عملت حمله انا حضرت عليها لمت رجال الاعمال نتاع تونس الكل باش عاونوا، وفما حاجه جلبت انتباهي وقتها يا بوريان، هو انه 100% مش 99 100% من رجال الاعمال اللي عاونت قالت ما نحبوش اسمنا يخرج. حتى لوتيكا ودير نحيي سمير مجول، سي سمير مجول اللي خرج من مازال كبرى من الكورونا بعد ما تعدى فتره صعيبه، والامين العام لوتيكا قالوا ما تسميوناش حتى لوتيكا كاتحاد الاعراف ما نحبو نعملوا وما نقولوش باش نعطيو ساعات حاجات باهيه في البلاد. خاطر الكلام اللي قالوا رفيق مهم جدا، هذا اللي ينقص القرار السياسي مره اخرى. الشخص اللي يهز البلاد في حلمه بربي يا رفيق، كان نلقاو كل مش تشي جيفارا اللي شد وزير صناعه وهز المعول، كيما ناجي جلول على مثال الميكرو مثال اللي هو بتاع ناجي جلول او غيره، يجي ينفخ فينا الناس كل يا ناصر ولا زياد انت على 7 ايام في الصيف نعديوها حالين سويقاتنا ونفرهدوا في رواحنا، ناس يقولوا لنا ايش هبطوا في المدارس، تخيل الرثماك ما نمشيوش نهزوا البالا والبيوش ونهبطوا، يهبطونا انا برهان، يهبطوا الناصر، يهبطوا اميمه، يهبطوا المشاهير، يهبطوا لاعبيه الكوره، يهبطوا الفنانين، حمله كامله مجتمع كامل نمشيو لغديكا. شكون يحركنا؟ شكون باش نهبطوا لشكون باش يحركنا؟ شكون ما هالسياسيين هذوما؟ اعطينا هالسياسي اللي حركنا الناس كل، واحنا مستعدين ولا يا رفيق؟ مستعدين انا والله. قاعد تعمل يا زياد 5 ايام في الصيف حالين سويقات يا ودي، بيع لي حلمه، بيع لي حلمه، بيع لي حلمه ونمشيو. محلاها المشهد هذاك، تخيل مجتمع كامل ماشي لغديكا، ما يجي يعطيني شكون يقودني في هذه؟ بيع لي حلمه، رجال الاعمال اللي تصرف على الاحزاب وظف تر فلوسه في الكاتب، امشي واحكي مع العباد، قضيه محلاها. اعطيني حلمه وحلمه صغيره، ما قلتلكش نوليو نظام التعليم تاع سنغافوره، باش نوليو عندنا مكاتب فيها وما مدهونين وبليغرين وكذا. يلا احنا مر الاخبار الموالي، نقعدوا مع الارقام، نقعدوا مع الارقام. في 2020 حسب رايكم في شنو سجلت تونس رقم قياسي في علاقه بالاستهلاك؟ 2020 رقم قياسي في الاستهلاك. بدوي فرينا وخبز
فارينة وخبز. مراد يعطيني جيت باش نقول سميد وفارينة. سميد وفارينة. زياد نستهلكوها على الاخر. رقم قياسي. آه لا سامحني في المناعة. المناعة الدويات من أجل المناعة. دويات المناعة. زياد في الضوء. كهرباء. الضوء. استهلاك الضوء. سندريلا. جوع. الجوع. مشروبات كحولية. مشروبات كحولية في الكورب نتاع الكونسوماسيون. المادة هذه تفوت الجوع ريلاتيفمون، بمعنى قداش زادت بحساب النسبة، مش معناها الجوع. الجوع هي أكثر، ولكن الزيادة مقارنة بعام ناول كانت أكثر. كي نشوفوا لي دو كورب نتاع الاستهلاك، نحكيو للأسف على استهلاك حبوب الاكستازي في تونس. رقم قياسي في 2020. هل من تحليل سي لو كادو دير؟ هل من تحليل نتقرسمي باسم الديوان يحكي على الحجز وعلى على حجز قداش حجزه وممتو يعطي الحجز يعرف قداش ينجم يكون ديما فما نسب دخل شد انت ما نعرفش يعني السوق يقبل ولا السوق قداش يقبل حبوب الاكستازي في تونس. برهان علاش؟ وانت تعرف برهان حبوب الهلوسة الوضعية ما نجم تداويها يا إما جوعة وهنا تبدأ أنت في الوضعية الأدنى وإلا تمشي بيك للهبال والحبوب الهلوسة باش تنجم تعيش. وين بعد شيء والله يا رفيق اعطيونا الموسيقى بتاع تجربه باش يتحدث الشاب زياد. شاهد على عسل والله ليه يا راف ربي يسترنا وربي يبقى علينا الستر. عمري دخلت فيه شيء هذا كما قالك بورين في الامور الاحباط ما تنجم العباد الكل تمشي للجعة والاكستازي. اما المشكله وين يا راف؟ شكون يدخل فيها تو الاكستازي تلقاها في الحومه؟ اش كيفاش وصلت؟ لازم يقطعوا السيركوي اللي يجي منها من الاخر وكثرت من بعد الثوره. تو عهد بن علي بورين كان معروفين المستشارين يبيعوا فيها وكذا واللي يطلعوا في الجزيره يعطيهم كوتا ويبيعوا، لكن توا شيء تفشى على الاخر. تفشى. نمشوا للسؤال الاخير. لا لا تقول لك انا الاكستازي ما كنت نمشوا للسؤال الاخير قليل يا رفيق. يا رفيق ناصر خبى حربوشة. سي مراد خلاه. تفضل سي مراد. لا لا باش نقول برك الاكستازي راهي بصراحه حاجه ما تضحكش، ما نجموش نحطوه على نفس درجه خطوره من الجوع، خاطر ديجا الجوع هي اقل مشروب كحولي في نسبه كحول. لا الاكستازي صديقي خطر. تعرف موقفي انا من الزطله وضد القانون اللي يجرم واللي يحط ناس في الحبس من نهار الاول، لكن الاكستازي نحكيو على حاجه اخرى. تعرف علاش رفيق نحكيو على حاجه اخرى؟ خاطر مصدرها مجهول. راهو ناس ماتت على خاطر يقولوا لك فما حاجه في الاكستازي لقاو فيها كل المواد الكيميائيه القاتله اللي تصورها. معناها ما تستاهلكوهاش. من القائل لن اندم على اي شخص دخل حياتي ورحل، فالمخلص اسعدني والسيء منحني التجربه والأسوأ كان درسا لي، اما الافضل فلن يتركني ابدا. زياد ربيع بودن. ربيع بودن. ناصر البدوي. نزار القباني. نزار القباني. القباني القباني. مراد. جبران. جبران. خليل جبران. سندريلا. محمود درويش. محمود درويش. خلو ميخائيل نعيم. ميخائيل. اسمع غاندي. ألفا. ستاتيوت فيسبوك. دلايلا ما. دلايلا ما. شو غاندي غاندي. عنا جواب صحيح. هيا. عنا جواب صحيح. صورة صورة. غاندي يعني. حمد الصفيخ قائل المقولة هذه عندنا جواب صحيح. المهاتما غاندي جواب صحيح. يا مكي برافو زياد. قريت الغاندي يا راف؟ قريت برشا. وهذه وراها المشكلة يتشكوا منها برشا عباد. راهو الكروني كوريت كي بداوا مش مثقفين صحيح مستوى سطحي برشا. خيال نعيمة خيال نعيمة وتستزان يا خويا ما تعرفش احتفظ ما تجيش ما تجيش. راك اليوم مسؤولية. راهو سامحني يا رفيق اليوم كي ناخذ الميكرو ونتكلم راهو مسؤولية. راهو لازم واحد قاري كتب نزار قباني نزار قباني ما فاق قباني رجل تحير في والاخر ميخائيل نعيم وجبران ويستهزوا معناتها قاعد ويخلصوا ويخلصوا يا راف راهو مشكل والشعب جيعان والشعب جيعان. وكي تسمع انت 461 مدرسه ما اسمها مربوطه بالسناد يقول لك الله لقريت كي راه مراد الزغيدي بوريان ما غير مستوى ويتكلموا معناتها ثقافه كامله شنو تنصح وزيد لا وزيد هاجمين على النقابات الامنيه النقابات الامنيه ننصح الراف الهيكات الهيكات تولي تعمل كتيست مرة في الجامعة تعمل امتحان فجئي ترجع تشد كشك فريانة لأن أنت ما عادش تحفظ حتى بلاتو. يلا نرجع لكم بعد الأخبار نص ساعة الأخيرة من ريف مايك. خليكم معنا ما تبعدوش. يا فاهمة ميتيو.
صباح الخير، نهاركم زين على اي اف ام احلى غاديو. اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر، طقسنا مازال متقلب شويه، اسمام سحبه مع امطار ضعيفه في الصبحيه في اقصى الشمال وفي الوطن القبلي. في العشيه تتواصل الامطار في نفس الجهات وتبقى اسمام سحبه شويه في بقيه البلاد. الباهي اليوم اللي الريح نقصت على البارح وتكون معتدله سرعتها ما تفوتش 30 كيلومتر في الساعه. البحر باش يكون مضطرب على جميع السواحل ويكون اهيج شويه في الشمال. درجه الحراره مستقله عليها بين 20 و24 درجه وتوصل 26 درجه في اقصى الجنوب. نعملوا مع بعضنا تحويسه صغيره نشوفوا الاجواء في بعض المناطق. نمشيوا لبنزرت وين تسمعونا على 107.3، نلقاو سمام صاحبه شويه، الحراره في حدود 20 درجه مع ريح متوسطه سرعتها ما تفوتش 28 كيلومتر في الساعه. من بنزرت نطلعوا على القروين وين نلقاو سمام صاحبه شويه، الحراره في حدود 23 والريحه خفيفه سرعتها اعلاها 14 كيلومتر في الساعه. موعدنا الجاي في فلاش ميتيو بعد ساعه من توا، ما تبعدوش، مازلنا مكملين مع رفيق بوشناق في الراف ماك وتوت سويت وقايه الاخبار. اي اف ام توار 9.3 دقائق في تونس، 9.3 دقائق في لشبون. أخبار 3-13 أكتوبر مع سالمة هلال، مرحبا. مرحبا. الحجر الصحي العام لمدة 4 أيام مش مطروح في اجتماع اللجنة العلمية اليوم لمجابهة فيروس كورونا، وأكثر التفاصيل يقدمها لنا عضو اللجنة الدكتور حبيب غديرة. اليوم الاجتماع المبرمج للجنة العلمية مش باش يداول مشكلة الحجر، باش يداول مشاكل الدفن. الهيئة الاعتماد باش تقترح عليه بروتوكول دفن جديد، هذا اللي مش قاعد تداول فيه، لكن اللي نجم نقولوه راهو الحجر حبيت نفسر اللي معناه الجدوى نتاعو نسبية ويمكن زاد يكثر لنا في المرضى. علاش؟ على خاطر احنا نعرفوا اللي العباد حاملين الفيروس ولا عندهم الفيروس في الرضاعة معنا في بدنهم هذوكم، خاصة الشباب. والشباب كي تحطوا في الدار، واحنا في تونس الناس الكبار اكثرهم في الديار مش في مراكز كيما في الخارج ولا يعيش واحد، احنا نعيشوا مع بعضهم الشباب والكبار. كي تحطوا مع بعضهم 24 ساعة ينجموا امكانية العدوى تكثر في الفترة هذيك وتكثر علينا المرضى. ولذلك نسبيا صحيح ينقص التفشي في وسط المجتمع، اما كذلك يخلي الشباب اللي حامل فيروس يمشي للكبار ويمرضهم. وزارة التربية تعلن أن عدد الإصابات فيروس كورونا في الوسط المدرسي بلغ حتى لنهار 10 أكتوبر 890 حالة مؤكدة، منها 394 تلميذ، وتسجيل غياب كلي لتلامذة عدد من المدارس الاعدادية والابتدائية في فوسانة في القصرين بسبب الخوف من عدوى انتشار الفيروس مع حضور محتشم في المعاهد. وأكثر تفاصيل مع كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي في الجهة حسين الرحموني. والله بداية من آخر الأسبوع الأولياء قاموا بصحة بتلامذتهم، والسبب واضح ومعروف، هو تفشي استرجاح كورونا في جهة فوسانة بالأساس. سجلنا عديد الوفيات ربي يرحمهم وعديد المرضى إن شاء الله ربي يشفيهم. وفي بالنا في أول أسبوع باش ترجع لحالة عادتها يا أخي. نفس اليوم بالنسبة للابتدائي في الفاتحة ومدرسة في مدرسة ميماس في فوسان المدينة، والإعدادي عندنا مدرسة إعدادية في سنة واحد ومدرسة إعدادية في سنة اثنين، فهي غياب كلي. وبالنسبة للثانوي تم حضور محتشم. بقية أخبارنا في عناوين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في القصرين وارتفاع إجمالي الوفيات ل 14 حالة. تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في توزر وارتفاع إجمالي الحالات ل 178. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستأنف تجمعاته الانتخابية ويأكد الأنصار أنه بكامل لياقته بعد تعافيه من فيروس كورونا. وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يعقدوا غدوة اجتماع افتراضي برئاسة السعودية لمناقشة كيفية دعم التعافي الاقتصادي العالمي بشكل سريع ومستدام. موعدنا يتجدد في أخبار العشرة، وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على إف إم تي في على اليوتيوب. إف إم اليوم الثلاثاء 9:30 جيكم وجهة الجندوبي في المدام وجهة، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجهة نص النهار. موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي، وشاكيب الدرويش.
ما دي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. نحكي لكم عراف أني ما تر مش عراف، هو رفيق الطريق يحط النقط على الأحراف. تويلو مع دوميتر لا نايم يوصن يا ساتر، ومع البرنس الكنز بكمار وفانات وميجر. زيد زياد وزيادات والطالون تا سندريلا، ويبادر بدو يبنقشات ويقولوا شادة قول الشلة. الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت، وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في الصوت. علي الراف ماج يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة، وفي المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة. علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج. آخر 20 دقيقة في حلقتنا لليوم موصلين معكم في الراف ماج. موعدكم تسويت يكون مع البطاقات مع الكارتون دو جور. كارتون دو جوا يلا نمشيو للبطاقات زياد. وي الراف راهو وصل جماعه تليف كرامه، قال مخلوف نطلب فيكم مقاسين التليفون، رجعوا التليفون يحب ياخذ حق الرد. سيف الدين مخلوف. سيف الدين مخلوف يا خويا مرحبا بيك، كان يحب نحاولوا نتصلوا به فريق الاعداد برا تصل نجموا ناخذوا عماد دغيش زاد يحكي باسم التليف ولا ريكو. قال لك ليه معنا حتى علاقه؟ لا هو كان في التليف ومن بعد غادر. عماد دغيش نجم يجي على ساقيه معناها، مش مشكله مش بالتليفون قرب صح برهين. نمشيو لل بريان صديق الجميع هذيك المشكله معناها. يلا نمشيو للبطاقات ونبداو نحكيو مع ناصر، نحكيو كره عقوبه لهلال الشابه، تفاصيلها توتسويت. يبدو المشكل ما بين هلال الشابه والجامعه التونسيه لكره القدم مش بشوفه بعد طلب الهيئه المديره نتاع هلال الشابه في وقت ما في وقت سابق انها تعمل اوديت للمكتب الجامعي التونسي لكرة القدم، انه هذا اللي قاعده فما اجراءات قاعده تصير وكل مره تصاعد لين وصل معناتها ولات فما بونتويت معناتها موجوده ما بين الجامعه التونسيه لكرة القدم وهلال الشاب. اليوم معناتها لجنه التاديب نتاع الجامعه التونسيه لكرة القدم تسلط عقوبه ظهرلي الاولانيه مره اول مره تصير في تونس، خصم 6 نقاط من هلال الشابه معناتها معاقبة رئيس الجمعية سي توفيق المكشر زاد كيف كيف، الكاتب العام زاد كيف كيف تمت معناتها تجميد نشاطه لتيرة زوز مواسم. هذا الكل يأكد مرة أخرى أنه اليوم فما مشكل ولا ما عادش فما مشكل ما بين معناتها مشكل شخصي ولا فما مشكل من ناحية نقولوا احنا فما بونتوات ولات ما بين الشابة والجامعة التونسية لكرة القدم.
مجرد انها طلبت اوديت من مكتب الجامعي، هذا ما خلف اليوم ردود افعال خايبه برشا، واحنا ما نحبوش الجامعه يلزم تكون فوق الناس الكل، اليوم راك انت بيدك تنجم تنقدك الناس وتنجم تعطي فيها راي، اما توصل تولي فما بونتوات معناتها ولات ظاهره ومع العيان الناس كل تشوف فيها. السؤال هاو المراد مثلا طبقت القانون الجامعه ولا لا مراد في عقوباتها؟ استندت على فصول قانونيه صوتوا عليها الجمعيات ولا انا غلط؟ معقدة المسألة معقدة بيحاول في 30 ثانية بسطها والله يا خطر بصراحة القرار الأخير بتاع المكتب الجامعي ما قريتوش بالتفصيل خطر ليه في برشا حقوق رد كما تشوف معناها باش حضروا البرنامج لكن الشيء الأكيد أنه المرة هذه الجامعة لقات منافس من الوزن الثقيل ومنافس يقال رفيق أنه ما يخافش أنه يمشي على الميدان القضائي والميدان بتاع الإجراءات لأنه بالعربية كتفه سخونة دونك اليوم لقات وان كان منافس ما عندوش قاعده جماهيريه كبيره فانه يبدو وانه سيعكر صفو الامور بالنسبه للجامعه فريق للشاب ورئيسه خصوصا. هو اللي نحب نفهمه رفيق راهو الجامعه التونسيه لكره القدم خذات السلوحيات نتاعها في تنقيح القوانين اللي هي تنجم تفعلها كما تحب هي. اليوم راهو في الجلسه العامه انه الجامعه التونسيه لكره القدم قبل كانت الجلسات العامه هي الوحيده تصادق على القوانين اللي تنجم تكون سير المفعول، في وقت ما الجمعيات بصفه عامه اعطت السلوحيه للمكتب الجامعي باش ينجم معناتها يبدل القوانين اللي هو يشوفها صالحه في المرحله هذيك. يمكن حاجه من الحاجات اللي عملوها الجمعيات ضد رواحهم واليوم قاعدين يتحملوا في مسؤوليتهم معناتها في الشيء اللي قاعد يصير في الكره التونسيه. حبيت نحكيو زاده في مساير ما بين الجامعه وديع الجري وطارق بوشماوي خليه كان هذا بعد الفاصل ولكن معنا في اطار حق الرد صديقتنا مريم البريبري كنا حكينا عليها البارح حكيت عليها مدام بشرى بالحاجه حميده في حق الرد اللي اخذته البارح معنا مريم في التليفون. مريم صباح النور. صباح النور، اهلا بك رفيق وانا بكامل الفريق. شكرا لك، مرحبا مريم. الور عندك حق الرد في علاقه بالكلام اللي يتقال في البلاتو، عندك شويه معلومات زاد تحب تحكيهم لنا في اللي علاقه باللي صاير معك انت منذ الصوره الشهيره والجدل الكبير اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا مريم الكلمه لك، انت لاباس ساعه صح بخير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. يلا قولي مريم. دونك هي فما زوج صور تنشروا في يخصوني انا. الصوره الاولى تنشرت اللي انا هذا بانكارت اللي هي ماهيش ما صارتش توا، هي صوره في مظاهره في 2019 خرجنا وقتها في شارع على حبيب بورقيبه اصلا قلت للتنديد ب استغلال العاملات في قطاع الفلاحه وللتنديد بالعنف الاقتصادي المسلط عليهن وقتها بعد الحادثه الاكسيدون اللي صار للنساء اللي توفي وقتها برشا نساء في انقلاب شاحنه وقتها نذكر بالباهي برشا بوليسيه في شارع الحبيب بورقيبه يقراوا في اللافته ويضحكوا معناها تفاعلوا معاها يعني ما صارش حتى مشكله مع حتى انسان كي رفعت اللافته هذيك. والصوره الثانيه للبنيه اللي في الشارع في مظاهره اللي هي منيش صورتي وانا زاد الحقيقه البنيه نتضامن معاها هذيك لانه تمهر ثلاثة حتى هي الكل ماهيش صورتي ومانيش انا لانه وقت اللي صارت المظاهرة هي في تونس وانا في صفاقس وديجا وقتها معناها في المحكمة مانيش موجودة. نحكيو على نحكيو على الصورة اللي فيها إشارة باليد باش الناس إشارة تعرف. باليد بنية تقول مش أنا ولا ماهيش صورتي دونك هذايا الحقيقة أساء لي برشا وخلى برشا الناس تتعامل معايا برشا عنف لفظي رسائل قاعده تجيني من كل بلاصه ونتهرت النقابات الامنيه تستعمل الصور هذه وتحرر ضدي على اساس انها الصور نتاعي وعرضت سلامتي الجسديه للخطر وليت خايفه انا كي باش نخرج من الدار وليت نلوى شكون ينجم يقف معايا ويمشي معايا من الدار للخدمه لانه رساتني نواجه في وقفات احتجاجيه عفوا وقفات احتجاجيه ضدي من نهار الجمعه ملي انا خرجت نهار الخميس نهار الجمعه لليوم وما زال غدوه كل يوم فما وقت احتجاجيه للتنديد باطلاق سراحي، مش مجرمه خطيره اسبوان معناها باش ينددوا باطلاق سراحي للدرجه هذيا، وانا ما اجرمتش معناها في حق الشعب ولا عبرت على رايي في حادثه نتاع عنف، حادثه اعتداء عامل امن على مواطن بالعنف الشديد والسب والشتم والتنكيل به، عبرت على الحادثه هذيك، لا اسات لطرف سياسي ولا اسات لطرف نقابي. أسأت لي حتى
طرف برمتي ولا حسيت الناس في نفس السلة. مريم باش نحطوا الناس في قولي تفضلي. لازمني نضيفها رفيق خاطر الإساءة لهنا اللي صار فما كلمة قالت برشا أسأتنا للناس الكل مش كان لي أنا إنه أحنا ناس ما نش متربين المش متربي مش اللي عبر على رأيه خاطر النجم يكون ما يستعمل ألفاظ معينة ويعبر على رأيه لكن المش متربي هو اللي دافع عن الفساد هو اللي بيض على الفساد هو اللي هذه اتقالت في البلاتو عندنا مريم ولا تجاوب في وسائل الإعلام عموما اتقالت في البلاتو إنه الألفاظ هذه نتاع قل تربية والإشارات نتاع قل تربية على الشعار اللي رفعته أنا واتقالت مش كان عندكم تحتو لانه تم هرتلتنا ومش كان انا نسقلها وليت تتواجه الموجه هذه. واضح مريم عندي ليك سؤال ولكن جوج نعاقب راه حكايه قله التربيه قد تكون تقالت ولكن على الاشاره اللي بالاصبع اللي ترفعت في وجه الامنين اذا كان مش فوالا اذا كان ماكش انت ماكش انت دونك الكلام يولي ماهوش موجه ليك بالطبيعه اعتذاراتنا على الخطا اللي دولته كل وسائل الاعلام تقريبا وحكيت عليه كما قلت انت حتى النقابات الامنيه بارتاجوا الصوره ولكن خليني نقول انك ترفع تعمل الجست هذاك قدام الامنيين والتعميم هذاك مقلق عند التوانسه الكل حتى اللي عندهم موقف من الامنيين. منو نحب نحكي معك على سؤال واحد مريم انت عندك قضيه على خلفيه شنو تدوينه اليوم تدوينه اي على خلفيه التدوينه انا نشرت الفيديو كما قلت لك فيديو اعتداء بالعنف على مواطن في ناب اعتداء معناه تم تنكيل به ونشرت الفيديو هذاك وانقذت الحادثه في حد ذاتها يعني الشخص اللي قام بالفعل واضح اللي قام بالعنف واضح وشكون رفع القضيه النقابات الرقابات الامنيه ولا النيابه تحركت ولا شكون رفع قضيه؟ لا لا النقابات الامنيه كتب عام النقابه الجهه يعتبر اني اسات له شخصيا اللي انا ما نعرفوش واسات لصغاره اللي انا ما نعرفوش شكون هو الشخص هذا اللي اشكالية هو بيه. شخصيا ولا معناها من تنديد بالعنف تلقى روحك انت يتمارس عليك العنف اللفظي وتولي انت هو اللي من دعاة عنف احنا رانا لسنا دعاة عنف وعمرنا ما ندافعوا عن العنف احنا مش تبقاو ديما ضد العنف مش نبقى طول عمري راني نندد بالعنف مهما كانت الالفاظ او المصطلحات المستعمله. وصلت الفكره مريم نعتذروا منك كان اسالنا لك نعتذروا باسم كل الناس اللي يمكن غلطت في حقك وان شاء الله ربي معاك في علاقه بالقضيه مبدا الصراحه ديما ندافعوا عليها على الناس الكل وتبقى تدوينها اللي هبطتها صديقتنا مريم. نسلم عليك برشا مريم بون امين كاتب العام نتاع النقابه مقدم قضيه في تدوين هذه مشاكل الامنيه ينجم يكون حقه هو حقه كي هالتركيز المفرط معناه كاتب عام نقابه عنده خدمه اخرى يبدو لي اكثر من انه يتبع تدوينه ما عنديش برشا وقت مراد نرجع بعد الفاصل يلا مرحبا بكم معكم ليلي نجيكم كل صباح مع العشرة درجين من الاثنين للجمعة تاخذ برشا تفائل برشا أمل برشا حب باش نعديو بيه نهار على أحلى راديو راديو إي إف إم. بشراكة مع البريد التونسي مونيغرام تقرب لك أكثر في أكثر من 1000 مكتب بريد باش تقوم بجميع التحويلات بضمان سرعة وبكل أريحية. مونيغرام تقرب لك أكثر. Profitez des inratables à prix imbattable. La Skoda Fabia est à partir de 30 dinars par jour. Rendez-nous visite chez Skoda Narl Automobile La Goulette et dans notre réseau d'agences officielles Asfax et Grambelia. Pour plus d'informations, appelez le 36 036 036. Shell, تشد بمعزتكم وتفتخر بشهادتكم. احنا نخدموكم بمعزة، نرفقوكم بمعزة، ونفرحوكم في كل وقت. توجتونا ميور سيرفيس كليون دو لاني وإلو برودوي دو لاني الشيل في باور شيل إليكس وشيل ريمولا وزدتونا في المسؤولية باش نكملوا في هالثنية شهادتكم عزيز علينا. أويكوس كلمة مازلت باش تتقال على كل لسان. أويكوس كلمة جينا ديريكتومون من اليونان. مع أويكوس مغرفة تكفيني باش نلقى روحي في ميكونوس. أويكوس هو الياغورت اليوناني نتاع ديليس دانون روسيت الياغورت اليوناني بتكسيور تشاهي فوق كوش غلة بنينة. وللمغرومين بالتصنيف أويكوس ناتشور. بنت الياغورت اليوناني بمطعم طبيعي تتبنوا ولا تصنف بيه في الكوجينة. أويكوس البنة اللي تخطفك. بعد ما تحصلت سيكام على لقب أحسن منتوج لسنة 2020 هاو باش نكتشفوا مع بعضنا سر طماطم سيكام. وليدي توا عشت سنين انو طماطم سيكام ماكلتي يحبوها كبار وصغار وطنجرتي بطماطم سيكام تكفي وزيادة وهذاك علاش ما بدلهاش.
دونك سي كامل مفضلة عندكم ومتبدلوهاش. حتى هي طماطم من غير حتى مواد ملونة ولا مواد مضافة، وزيد ما فيها حتى مصبرات. طماطم سي كام 100% طبيعية. شكرا على ثقتكم فينا. نجم تسمعوا راف ماج من كامل أنحاء العالم على EFM.TN. التسعة واثنين وعشرين دقيقة نحكيه على تسريبات البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون. تفاصيلها مع برهان بسايسة. كما قلت في التصبيح على المستمعين متاعنا، المتلايمات هذه هي تسريبات البريد الإلكتروني بتاع هيلاري كلينتون. علاش الحكاية هذه رجعت الموضة هليمات هذه؟ على خاطر البارح في طال الحملة الانتخابية عنده يومين، رئيس ترامب دعا وزير الخارجية متاعه بومبيو، قالوا هبط كل ما كتبته هيلاري كلينتون من آلاف المراسلات الإلكترونية، خلي الشعب الأمريكي يعرف. بطبيعة ترامب يحب يستغلها في طال العركة مع الديمقراطيين ومع المرشح الديمقراطيين جو بايدن، باش يقول له اغزر انتم كي كنتوا تمارسوا السلطة شنية الأخطاء اللي كنتوا تعملوا فيها. إلى حد الآن ما بدأتش تخرج، بومبيو ما استجابش حتى لتوا، ما زال ما خرج حتى شيء. ونحب نذكره هي شنية المشكلة متاع البريد الإلكتروني اللي تلامت عليها هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016 الأخيرة، أنها استعملت بريدها الخاص عندها عنوانها من قبل ما تولي وزيرة خارجية، استحفظت عليه عنوان بريدها الإلكتروني وقاعدت تستعمل في بريدها الخاص في المراسلات الرسمية بتاع وزارة الخارجية. هذا اعتبرته بعد تحقيقات طويلة، لأنه هم حبوا يلصقوا لها يعني اتهامات كبيرة، لكن مركز تحقيق الفيدرالي وعنده وقت لأحالها للقضاء وجهت لها فقط تهمة الإهمال، أنك أنت خاطر القوانين الأمريكية تمنع استعمال بريدك الإلكتروني الخاص في أسرار الدولة. ووقفت الحكاية هذيك، واكتشفوها الحكاية هذيك وقتاش؟ وقت اللي بدأوا يحقوا في قصة مقتل السفير الأمريكي في ليبيا من خلال ما كتبته مراسلات هيلاري كلينتون مع السفارة في ليبيا مع الخارجية مع الكذا. إيش صار توا؟ دخلنا نحن العريبة على الخط، لا فما بريد هبط، إيش ولينا نعملوا؟ إيش قال لي وإيش قلت لك؟ هاي البرقية رقم 6465 كابل رقم 33 بخصوص علاقة راهو أمريكا قالت احنا عملنا داعش واحنا دخلناها للموصل واحنا كذا. بالطبيعة الجو هذا يوصل حتى لتونس، وجات الرواية بتاع 14 جانفي. أنا شخصيا نحتفظ بتحليل بناء على أحداث، أما مش لدرجة نصدقوا أنه هيلاري كلينتون قالت راهو وقفنا الأجواء وقلنا لبن علي راهي المارينز باش تتدخل على خاطر عندنا هاو الغنوشي يستنى في الطيارة ونستناو باش ندخلوه بالمارينز هو وجماعة اللي يخدموا معانا اللي كولابوراتور رشيد عمار وش اسمه سعلي السورياتي والكلام هذاك وريدا غريرة اللي مرة ننسبوه للكتاب متاع هيلاري اللي هو ما في حد شيء ولا يمات هذية بتبيعه ولينا ننسبو فيه للبرقيات نتاع البريد الإلكتروني نتاع هيلاري كلينتون. لكن غرفة العمليات تقريبا نتاع الانتحال الصيفة ونتاع تركيب هالكلام الفارغ هذايا موجودة في الخليج الآن في إطار العركة بين الإمارات وقطر، خاطر الإماراتيين توا بصحفهم بوسائل إعلامهم العربية سكاي نيوز سي ان ان عربي في دبي كلها قاعدة تخدم كان هاو قطر ودورها في الإرهاب، هاو هيلاري قالت أمير قطر اتصل بأبو سيف درشنوية وعطاه درقدية من البلاد. ولليوم لم يتم تسريب ولا ميل معناه، وإلى الآن لم يتم تسريب البرقيات الجديدة اللي ترامب طلب من بومبيو أنه يسيبها للرأي العام. طبعا دونك كل ما يشاع خاطئ، طبعا كله هاو قالت وهاو درشنيه وهاي قصه خاصه بالنسبه لنا نحن 14 جانفي وقالت كذا في البرقيه ما فما منهم لا برقيه كانت مراد وسفاره فرنسا لا زاد ما ناخذوش ما اخذ لا 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 كلها طبعا كلها تلبيس كلها اشاعات هذيك على مراد ما نسينا نعرفوا احنا الحقيقه في علاقه بمراد. نحكيوا بعد شوي على مراد حق الرد مع النقابات، يحب ياخذ الميكرو ويجاوب النقابات كيما خذوا هما صفحه وكتبوا عليه، هذا حقه ما نجمش نمنعوا منه. ولكن السندريلا تحكينا عليه على الشاب اللي باش يغيب في برنامج عندي ما نقول لك. يلا دقيقة سندريلا. بربي مراد كي تجي تكلم ما عادش نفخ في الميكرو معناها بربي معناها حتى نتاع توري فينا متقلق ياسر من اخبار وميمن. والله ما نعتذر لا ولا لا لا ما نسامحكش المرة الجاية بالرسمي باش ناخذ مش علاقة بيك مش علاقة بيك باش نعمل يد من حديد وباش نطالب بحقي يا خويا مش عاجبك البرنامج. انا كي دفعت عليه هكا انا دفعت انطلق على الشيء باش بيها سيدي العربي كي يتحل وميمن حتى تبدا يدك من حديد تبقى يد ناعمة في كل الحالات. هذوما يحبوا الرجال يحبوا الضرب هذا هو والله.
برهان مراد ديما يشجع فيه. باهي نحكي على علي شبي. علي شبي اللي ابارامون عام 2020 ماهوش عامه حتى طرف بعد ما سمعنا اللي هو مريض ومشى رحله علاج وسافر واخر واللي يقول علي صادق واللي يقول علي مش صادق وحاسيلو كلام برشا في هالموضوع. العركه بيان سور مع اخوه حاسيلو عام حافل بالنسبه لي علي شبي تختم ظهر لي بفيروس كورونا. تاكد رسميا وحسب كلام علي شبي انه اصيب بفيروس كورونا الشيء اللي باش يخليه يغيب على برنامج عندي ما نقول لك وباش يتم تعويضه بمعده البرنامج نيره حريش اللي باش تكون هي موجوده في الحلقه الجايه من عندي ما نقول لك. نتمنى لك نيره برشا توفيق برشا نجاح على خاطر تو سامبلومون اون ا بوزوان باش نشوفوا وجوه نسائيه في الاعلام التونسي مستحقين الاعلاميات التونسيات على خاطر مفقودين في البرامج التونسيه. دونك نتمنى لها ان شاء الله تكون موفقه وتنجح في تجربتها الحلقه الجايه في عندي ما نقول. حظ سعيد لنيره حريش وبالشفاء العاجل ان شاء الله علاء يرجع السالف تألقوا على قناه التاسعة. موش عامه بالكل على سنة 2020 ان شاء الله يوفى بأخف الأضرار ويرجع عليه في أفضل حالاته في العام القادم ان شاء الله. السلام عليكم كانوا في الاستماع. يلا مراد الزغيدي يحكي تسويت على النقابات الأمنية حق الرد هكا يقول مراد رغم اللي احنا البارح حكينا في الموضوع هما كانوا ردوا بطريقتهم على الفيسبوك. الكلمة ليك مراد. البارح رفيق في الكونسي كنا تحدثنا على ما حصل في محكمة بن عروس. الباج ويب متاعنا والباج يوتيوب لخصت التدخل متاعي في جملة وهي وخرجت مليح الجملة هذه: النقابات الأمنية فيروس ومرض ينخر جسد الجمهورية التونسية. ويبدو لي وأنه تقريبا البلاتو الكل كان مقتنع بالكلام هذا. نوضح من توا أنه الكلام هذا كان لازم يتعاود ونقوله. البارح بعد بضعة ساعات النقابة الأساسية يا بوران وانت ممكن عندك أكثر خيوط باش تعرفها صحيحة ولا لا، النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي بالمروجات ولا المروجات اللي عندها علاقة كذلك بالصفحة الرسمية نتاع النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس، كيف ما تشوف هذا الكل تنظيم كبير ومهيكل وكل، هبطت تدوينة. الحق كنا ننتظروا فيه الرد هذا ينجم يكون معقول فمش مشكل، ولكننا كنا ننتظروا من مستوى معين أنه يفسروا لنا علاش فما نقابات أمنية، شنية الفلسفة نتاعهم. اتهموني أنا وياك معناها باش يوريك مستوى اعتبرونا أنا وياك وأن شبونا بالعنصر زادونا في ثقافتنا اللي هي من البصليات اللي حبذها الخنزير البري كأكلة وتمتص الماء من أوراقها. هذا هو الكلام. حكيوا لنا كلام آخر ما نحبش نعاودوا، كملوها بقصيدة صدام حسين تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب، اللي هي طبعا ما هيش قصيدة صدام حسين أما قصيدة الإمام الشافعي، أما نصور هذا كبير شوية على مخ اللي كتب التدوينة هذه. أكدت لنا وأنه الكلام هذا هو كلام باندية طبعا مش يخوفونا لأنه احنا مش بنخافوا من... لا روحك لا لا أنا ما نخافش. شوف اللي عاش في وسط تاع كرة ما يخاف من شيء، دونك أنا مش خايف منهم وماش خايف منهم كما قلت في أول برنامج على قناعة، لأنه قوة القناعات تغلب قوة السلاح. راهو كان لازم هما يكذبوا في حاجات ما عطاونا حتى تفصيل أنه كلامهم هما الرواية نتاعهم هما صحيحة. قالك احنا قاعدين في الكياس، يعني وأنه عميد المحامين يكذب؟ قولوا برش كيو بي ما أول مرة دخلتوا على قاضي، هذا ماهوش صحيح وهذا نعرفوه. ونعاود نقول أنا قلتها في تدوينة بعد، تونس حشتها بنقابة أمنية واحدة تسمح لها الدولة بالوجود وتدافع على الظروف الاجتماعية نتاع نقابات نتاع الأمنيين عموما، وتدافع كذلك مثلا على حقوقهم كل. أما أنه نقابات الأمنية ولات تفتي في السياسة وفي استراتيجية وفي القضاء وتعمل باش تخرج رئيس مركز بالقوة، فأنه هذا نعاود نقول فيروس على جسد الجمهورية التونسية. نحب نشكر برشا النواب بعثوا لي برشا، نحب نسميهم كل هشام العجبوني، ياسين العياري، نسيل العماري، سيدة لونيسي، سفيان المخلوفي. داير هشام العجبوني باعتباره هو النائب اللي أنا في الدائرة متاعها نقولها على العلن باش نعطيه رسالة احتجاج لوزير الداخلية باش نحبه يوصلها، هو أنا في الدائرة اللي أنا نقطن فيها. كذلك نقاب صحفيين يبدو لي باش تخرج بلاغ في الساعات الجاية.
احنا نحلوا باب النقاش اللي قلناها احنا ماهوش قرآن منزل وكل شيء قابل للنقاش. تحبوا ترتفعوا بالقضية ارتفعوا من القاع لأنكم أنتم موجودين فيه يا نقابات يا أمنية. برهان انهي البرنامج شنو برهان؟ لا برهان تعليق برهان انت عامل كاسك لا برهان تعليق يهديك الحق مراد بتبقى. اسمع اسمع نقاش مفتوح أنا نمن نفس المقاربة بتاعي 2011 قررنا نمشيوا على طريق الحرية نقابات الأمنية تقول مراد يرد وليتنافس المتنافسون يا برهان شوية شجاعة يا برهان شجاعة شجاعة شنو يا مراد ما تخافش في الدروس في الشجاعة ما تبقاش تعطي في الدروس في الشجاعة. هو حر يقول عليك انت حر تقول عليه نقطة وصل. هو عنده سلاح انا ما عندي سلاح. شنو جاي يهدد فيك بسلاح هو حاطط في سلاح هو عنده هو يمثل امن الدولة. ما نلعبوش بطولات وهمية رد بالك مانيش بطولات وهمية ما نلعبوش بطولات وهمية وتعالى ايها الرصاصة واني مشرع صدري. لا 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 ندافع على المحامين انا ندافع على المحامين والقضاة بادو بطولات وهمية بادو بطولات وهمية هو اللي يقول بدل صفحة فيسبوك وانت تقول حتى الرصاص حتى الرصاص ما خفناش منه وعرينا صدورات على الكرتون في صدر دبابة يكذب في عميل المحامين معناها لا كذبتهم هو بطولات وهمية هو يا مراد يا اخي في بالك ترهب فيا كي تقول لي كذب في عميد المحامين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم كبرت انسجام انسجام ما نحكيوش فوق بعضنا ما نحكيوش فوق بعض انت وصلت الفكره ويعقب عليك انا قلت الروايه هذه ما نجم ياكدها الا القضاة هما المعنيين نخرج بريان سي بون لا هكا باش تخرج ترقاو في الرومبوان يستناو فيك انا ما قلت حتى كلمه وما كفانيش الوقت باش نعتذر من نقابل كانت هذه حلقتنا اليوم شكرا لكامل الفريق برهان مراد سندريلا ناصر زياد سيرين في الاعداد خليل في الاخراج ماسي قسم الديجيتال تقعدوا تفرجوا في المدام وجهها بعد شويه عشان يوتيوب اي اف ام واصلين معاكم الرحله ان شاء الله طيله النهار السلام عليكم برشا ملتقانا غدوه نهاركم زين باي باي تشاو تشاو